السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكانكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تتيح لكم إمكانية إرسال رسائلكم النصية عبر هذه الخدمة من خلال الرقم المخصص لها والذي يظهر أيضا أسفل الشاشة. نبدأ من الفقرة الأولى مشاهدينا الكرام، المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا نبدأ من أزمة الوقود في محافظة ذي قار، إذ تشهد هذه المحافظة أزمة وقود خانقة تسببت أو أدت إلى اصطفاف مئات العجلات بانتظار الحصول على البنزين أمام محطات الوقود في المحافظة. وتشير مصادر محلية إلى أن هناك طوابير طويلة من السيارات تقف عند مداخل محطات تعبئة الوقود بسبب أزمة البنزين في ذي قار، فيما أغلقت عدد منها أو أغلقت عدد منها أبوابها بسبب نفاذ مادة البنزين. طبعا نائب عن محافظة ذي قار وهو نائب محافظ ذي قار ماجد العتابي رأى بأن أزمة البنزين في المحافظة هي أزمة متجددة وليست أزمة تمر بها المحافظة لأول مرة، وقال أيضا إن أزمة البنزين ليست موجودة فقط في ذي قار، بل تعاني منها العديد من المحافظات العراقية الأخرى بسبب الاستهلاك المستمر في هذا الوقود وقلة التجهيز في هذه المحطات. أيضا بيّن أيضا أن محافظة ذي قار تحصل على الفترة أو في هذه الفترة على نصف حصتها من الوقود من قبل وزارة النفط وشركات المشتقات النفطية. هذا الأمر يطرح علامات استفهام كثيرة. طبعا دعونا نشاهد جانبا من أزمة البنزين في محافظة ذي قار بسبب كما قلنا قلة تجهيز المحافظة بمادة البنزين العادي، حيث ستشاهدون في المقطع اكتظاظ المواطنين وتكدس أعداد كبيرة من السيارات في محطات التعبئة والانتظار لساعات طويلة من أجل التزود بالبنزين. يعني يسأل مواطن عراقي حقيقة أنه لماذا يواجه العراق، بلد نفطي كالعراق، أزمة في الوقود؟ دعونا نشاهد هذه اللقطات من ذي قار. باشر باشر ما تشي باشر الكاميرات والله كلها بيع عشرايه، كلها بيع عشرايه، لو ظل على السيارات احسن، واحد يترس. يقول لك عليها غرامه تجي الكاميرات، تجي الحكومه فوري تجي الكاميرات، القانون من السيارات؟ انا بس على الفقير، القانون هناك القانون. يوم الله راح اصعد بالويكند روح اصعد. ها احكوا احكوا سيد احكوا يوم وثاني يوم. والله ما ادري الحل شنو، ما ادري الحل يم الحكومه، هاي ناس فقره ما بيدي حل. عم العالم شبع الضيم، هذا سمع بالسياره، هذه هاي شارع بالسياره، كل المحافظات بيها بنزين، كل المحافظات بيها بنزين الا الناصريه. عم التوزيع وزعوا البنزين خانات الاهليه، لا تختل، لا تخلي احتكار بالحكومي، انت جاي تحتكر بس بالحكومي، وهذا الازمه تشوفها قدام عينك. شوف الازدحام من الوصل، انت جاي تسوي احتكار تطبس الحكومي والاهليات معزله والوضع قدام عينك. اكثر من هاي الذله تذلون بالمواطن، ذله ويطلع مسؤول يقول لا شغلون تبريد. مستمرون مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، وفي محافظه ذي قار ومع ازمه البنزين، اذ ابدى مواطنون من ذي قار ابدوا استياءهم من ازمه نقص الوقود وتفاقم معاناتهم بسببها، في وقت يؤكدون أنها أزمة مفتعلة من وجهة نظرهم. دعونا نشاهد. أزمة بنزين، ماكو بنزين، صار 4 أيام ماكو بنزين، أدور بنزين، بنزين ضال على الشارع أبطالة ب1500 وب2000، وحنا ماكو بنزين. 4 أيام صار لي ماكو بنزين، أدور ماكو بنزين. إيه، يعني شنو يعني ماكو بنزين؟ ليش ماكو بنزين؟
شو موجود عندنا بنزين؟ حجي صاحب تاكسي؟ اي صاحب تاكسي. من جاي تعاني رسالة شو يوم صار لمكتوب؟ والله صار لي خمس ايام ستة وانا واقف ادور بنزين ماكو. والله هي صار لها خمس ايام ماكو بنزين بالناصريه، يعني تجي هيك هم انا اتوقع هي مفتعله هاي الازمات، هي الدوله تسويها. صار لها خمس ايام يوم يجيبون لهم السياره يبيعونها على الناس بجدي كانات والناس تبقى لازمه سياره وتروح، فلهم 10 سيارات 15 سياره وتروح. والباقي كله بهاي شوفها انت من هناك جدي كانات ومن هناك جدي كانات. هسه ماكو محطه للجدي كانات برا ويعطوني من الداخل جدي كانات، وهاي السيارات واقفه سياره. لا تنتهي المقاطع عند هذا المقطع، ننتقل الى اخر. أيضا يتحدث عن المشكلة ومع أزمة الوقود في محافظة ذي قار نبقى، إذ وصف ناشط حكومة الخدمات حكومة محمد الشيع السوداني التي تقول بأنها حكومة خدمات وصفها بحكومة الأزمات، منتقدا تجدد أزمة البنزين في المحافظة، ومؤكدا أن عودة طوابير الانتظار في محطات البنزين يعكس فشل الحكومة في أداء مهامها في بلد الثراء النفطي الذي عجزت فيه جميع الحكومات المتعاقبة بعد 2003 إلى الآن عن إيجاد الحلول المنطقية والناجعة للأزمات عبر الاستفادة من موارد البلد بدل شرائها لمادة البنزين من دول الجوار. دعونا نشاهد. عدت حليمة العادتها القديمة، إجا البنزين انقطع البنزين، إجت الكهرباء انقطعت الكهرباء، وعلى هالرنة كل سنة توصلون هذا المنشور للحراميه اللي يسوون ازمات. شنو المشكله كل موسم ونعيد كل سنه وننشر؟ الى متى نقضيها؟ انتم حكومه خدمات لو حكومه ازمات؟ شنو اذا بهاي المساكين الله وكيلكم طالعين يجيبون خبزه يجيبون علاقه لعيالهم تحاربون الفقير، وين تريد توصلونه؟ راح تقول لي ازمه، الازمه شنو المشكله؟ احنا اهل النفط الاسود صدر نفط اسود ونجيب بنزين، سامعين باللي يبيع ثلج لب الماي ويرجع يشتري ماي بارد للباع على ثلج. هاي الازمات مال الاحزاب الحراميه، اذا عدت غيره وما ترضى بالذله والصيح حيات من الذله. هذا واقع حكوماتنا، هذا واقع البنزين، هذا واقع الخدمات، هذا واقع الكهرباء. رحمه على والديكم، وصلوا للحكومة، إذا أكو حكومة تحارب الفاسدين جروا من ياخي. طيب مشاهدينا الكرام، نستعرض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. لدينا تعليق من محسن يقول: مفتعلة وحكومة نايمة، خوش مجالس محافظات وكأن الشغلة ما تعنيهم، ملتهين والشعب كاتل الفقر والأزمات. لدينا تعليق من أثير يقول: لا حياة لمن تنادي، حكومة الناصرية ملتهية بالبوق نايمين. هناك تعليق آخر لدينا من أنور الحسيناوي يقول: والله عمي بالنسبة إلي طفت السيارة وخليتها بالشارع، نخلص اليوم خبز وشاي. هناك تعليق آخر من واثق يقول: ليست أزمة وإنما ضغط على المواطن لشراء البنزين المحسن لعدم وجود البنزين العادي، أزمة مفتعلة. هكذا يرى واثق. مرتضى يقول: محافظة لا حسيب ولا رقيب، هيته. هناك أيضا ضمن التعليقات علي الموسوي يقول: وين صار مصفى كربلاء؟ مو قالوا بعد ما نستورد؟ مو انفتح صار أكثر من سنة؟ أسئلة تطرح من أبناء البلد من المواطنين العراقيين يستغربون أنه كيف ببلد نفطي كالعراق يستورد المشتقات النفطية. هذه صراحة علامات استفهام كثيرة تطرح من قبل مواطنين عراقيين بشأن طريقة إدارة هذا البلد من قبل حكومات الاحتلال منذ 2003 إلى هذه الحكومة التي يعني يرفض كثير من العراقيين وصفها بحكومة الخدمات، لأنهم لا يرون خدمات حقيقية تقدم إلى أبناء الشعب، وكذلك لا يرون حلولا ناجعة لمعالجة أخطاء السابقين. مشاهدينا الكرام، نستقبل الآن السيدة أم سيف من بغداد معنا عبر الهاتف. تفضلي أم سيف، حياك الله. حياك الله أم سيف. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا منين أبدي لك؟ كهرباء طب البيت وتطلع. نعم. يعني بس الطب وتطفي، هاي وحده. وب 18 لمبير
هاي من ابو بكير. زين الحصه بطل زيت وكيل شكر وحكمت علينا. نعم حكمت علينا الوكيله تردون ام سيف بس دقيقه بلا زحمه عليك تنصين صوت التلفزيون حتى لا يصير اكو صدى صوت بالاتصال تفضلي. اي اي حكمت علينا الوكيله تردون الفاصوليه مال ذاك الشهر ونعطيكم عدس. يابا اخذ العدس تقول اخذه بربع، احنا ثلاث نفرات. طيب يعني بس دقيقه يعني شنو يعني شنو تردون الفاصوليه مال شهر مضى؟ والله 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 وكيلتنا هالشكل سوت ثلاث كيلوات انطونا برمضان فاصوليا ما استخدمتهم. نعم قاضينها شلون ما كان. زين حكمت طيب. علي اخذت الكاس جت اخذتهم من البيت كان تقول انت تقرين. قلت لها مو هالقد، انا عمري 67 سنه. قلت لها مو هالقد، قالت هذا الكرت مرقم من الوزير. شوفي هذا الكرت، هذا الكرت يمي تروحين تجيبين الفاصوليا لو تجيبين الفلوس تعطيني. طيب بس دقيقة بس دقيقة ام سيف، انت حصة الفاصوليا اخذتيها مال ما استحقاق الشهر مو تمام؟ طيب ليش هي تريد ترجعيها حتى تنطيك عدس؟ يعني حتحسبه ما الشهر الماضي لو ما الحصة الجديدة؟ ما الشهر الماضي ذاك الشهر. نعم لطونا اياها برمضان. وهسه على اساس جايه الوكيله طحين ما ادري شنو، انا رحت دا اسال. طيب كانت تقولين تروحين تجيبي لي الفاصوليا واعطيك الطحينات. يلا اعطيك عدس وياهم. تمام. ما اعرف هاي السالفه من الوزاره، قلت لها افرض طبختن اني. طيب. تقول لي تحطين فلوس ببدالهم. والله العظيم هيك صار وياه، شلت الفاصوليا ثلاث كيلوات ووديتن. هاي من انجازات هاي الحكومات انه وعدت المواطن العراقي بسله غذائيه وحصه تموينيه. كم ماده موجوده بالحصه تستلمون؟ اي وهاي اعطونا اياها بذاك الشهر. كم ماده ام سيف؟ رمضان. كم ماده تستلمون بالشهر؟ ثلاث بطالات جيت على بطل وثلاث كيلوات شكر وطحين. طيب وشنو والله ما ادري وعدس مرة انطونا ونشا وهاي هي يعني اربع يعني اربع خمس عدد. اربع خمس مواد بالشهر. اي بس حكمت علينا لطتنا اياها مال ذاك الشهر. تمام. لازم نرجع لها. طيب بعيدا تمام بعيدا عن هاي الجزئية اللي هي جزئية غير مفهومة، لانه اذا كانت الدولة تعد المواطن العراقي بمواد متنوعة بالحصة التموينية المفروض تاخذين فوق الفاصوليا تاخذين العدس والطحين بشكل طبيعي بدون ما تضطرين ترجعيهن. لكن كالعاده وعود هاي الحكومات ومجرد وعود كاذبه، لم يصدقوا مع الناس، لم يراعوا حاجه الفقراء. يعني انت هسه حضرتك اذا استلمتي اربع مواد راح تحتاجين تصرفين من جيبك تجيبين المعجون وتجيبين التمن وتجيبين الشكر الملح تجيبين المعكرونه وهالاشياء كلها هاي انا اشتريها. نعم. رجعت لها ثلاث كيلوات، رجعت لها ثلاث كيلوات، انا اللي ماخذتهم سابق. مال الشهر الرابع. نعم. مال الشهر الرابع رجعتهم، ومال الخامس جبت الطحينات، يعني انا رجعتهم فاصوليا اخذتها من عندي. تمام. مو بس انا، من كل الناس. وكيله انعام الربيعي. نعم. الوكيله اسمها. سيده ام سيف. تتوقعين وكيلتكم دتبوق دتمديدها؟ لو المشكله مو بالوكيله، المشكله بالوزاره. انت برايك المشكله بمنو انه دتوصلكم هاي المواد القليله وجوده سيئه والوكيل يتلاعب بيكم عن طريق انه رجع الفاصوليا انطيج غيرها؟ اي وتاخذ مني 5000، احنا ثلاث نفرات. طيب ماشي. انا مو على الفاصوليا، بس اسمح لي هاي ما اروح لك فدوه. تفضلي. انا مو على الفاصوليا ولا ناكلها ولا ما يتعليها، بس يعني افرض طبختين افرض جاني خطاب. نعم. يعني انا حالتي ضعيفه، انا كنت اخذ 150 وانا صاحبه اربع ايتامه. نعم. زين عمري صار لي 20 سنه زيمتي من متوفي الله يرحمه بالطاعه فيه. طيب. زين واني اخذ 150 صارت وهي المزيده صرت 250. الله شاهد يجي يوم ماكو وقاضينها وساد دبابي. نعم. يعني البانية وحق الله لهسه ما مشتريتها ومطببتها البيت. صادق. زين وهيك قاضينها.
سيد أم سيف، احنا يعني نفس الشيء، يعني انا اشكر حضرتك طبعا للمشاركه. احنا نفس الموضوع، الكلام ليس على الفاصوليا انه هي رجعت ولا ما رجعت، الكلام عن طريقه تعامل الدوله وتعاطيها مع الناس الفقراء والمحتاجين. حضرتك لما تكونين امراه عراقيه ترعين ايتام وما يدخل لجيبك غير 250 الف دينار عراقي بالشهر، هذه مصيبه، هذه كارثه. لما يكون بلد غني كالعراق عند أكثر من 40% من أبناء شعبه تحت خط الفقر بأرقام البنك الدولي والأمم المتحدة، وهاي جنن بلاسخارت اللي طلعت مرة وصرحت بهذا الرقم. كارثة أنه هذا البلد الغني يكون عنده أبناء أو شعب فقير لهذا المستوى ولهذه الدرجة. طريقة التعامل اللا إنسانية مع الفقراء والمحتاجين، يعني مادة غذائية حصلت عليها عائلة عراقية حتى تحصل على مادة أخرى لنفس الشهر، عليها أن تعيد المادة التي أخذتها اللي هي الفاصوليا حتى تأخذ مكانها طحين وعدس. في أي منطق وفي أي عدالة توجد أنه يضطر المواطن العراقي يطلع من جيبه الفقير حتى يكمل النقوصات الموجودة في السلة الغذائية؟ خلونا نسمع السيد أبو عواد من كربلاء. تفضل يا أبو عواد، حياك الله. السلام عليكم يا أبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحيح. الله يحفظك. الله يحفظك سلمك، حياك. أشكركم على البرنامج الحلو هذا. الله يبارك بيك، حياك الله أبو عواد. أنا بس أريد أن أحدك من قبل الهيئة الاجتماعية مع الرعاية. نعم. إيه أدري، يعني هسه هو 270 ألف وأنا 10 نفرات، شو يسوي لي؟ صحيح. هو يكفلنا رصيد هو. يكفلنا الحماية مالته، ويكفلنا الريوق ماله 270 ألف. هو أنا عندي 10 نفرات برقبتي، ولا شغل ولا عمل، عايشين على الصناديق، اللي مصناديق ونبيع، اللي مفزي بايل هاي ونبيع 270 ألف. وش سوى أنا؟ صحيح. شو سوى ال 270 ألف؟ هذا بس يعني شنو؟ تدفعها المال، يعني تدفعها للكهرباء، لو تدفعها للمي، لو تدفعها للغاز، لو أي من تدفعها؟ المي، غاز، كهرباء، مريض، عطل، شنو يعني وين شو عشرين شيء يشبك راح أربعة وصلي سو روحة، والله راح يخبلوني، راح أتخبل، والله راح يطيرون أبونا، يعني 270 شيء سوى أردبتين، أردبت فهمني، يعني هم جاهد على كل سنة 270 ألف، شنو 270 ألف، شو سوى ودي؟ هي هاي العدالة اللي وعدوا بها العراقيين يا أبو عواد، إنه أنت حضرتك تعيل 10 نفرات تأخذ 270 ألف. وواحد فاسد اجى بالواسطة والمحسوبية لزم نائب برلماني ياخذ الملايين، هي هاي العدالة؟ هو هذا المجتمع؟ هو هذا العراق اللي وعدوا به الناس؟ هسه يوميا جايبين برلماني ومخرينه وحاطين مكان التقاعد، واخر هذا حاطه تقاعد، عمي يعني هو هاي بس كفنا رصيد الدواء من مديحة العراق اعطوها برقبتة عمي. الله يكون بالعون يا سيد أبو عواد، أنا أشكر حضرتك للمشاركة. نفس الكلام اللي تفضلت به السيدة أم سيف ذكر السيد أبو عواد 270 ألف دينار عراقي أو 250 ألف، يعني هذا الحد الأدنى لرواتب الرعاية الاجتماعية. عوائل يعني كثيرة وعوائل كبيرة مثل ما سمعت أبو عواد يعيل 10 أنفس. طيب 270 ألف تكفي شنو بالضبط؟ تكفي كم يوم بالشهر؟ طيب بشنو حتتوجه يعني تصرف على الكهرباء باعتبار أنه ماكو كهرباء حكومية، ومثل ما سمعت أم سيف في بداية حديثها الكهرباء رماش. طيب تنصرف على الأمبيرات اللي يشتريها من المولدة الخاصة، لو تنصرف على الغاز القناني، لو تنصرف على المي باعتبار لا مي صالح للشرب ولا متوفر فيضطرون يشترون العراقيين اللي يسمى مي آرو. طيب يصرف على شنو؟ على الدواء باعتبار أنه ما عندنا رعاية صحية في العراق، وهذه الكذبة التأمين الصحي اللي تروج لها أو تروج لها هاي الحكومات والبرلمان صار لهم سنين، إلى الآن ماكو نظام صحي أو تأمين صحي للعراقيين، وزادها حيدر العبادي على أبناء البلد ولغى مجانية الصحة بال 2016. طيب إيش بقى للعراقي؟ شنو الشيء المجاني اللي موجود اليوم؟ ماكو. سمعتوا الحصة الغذائية الأساسية المفروض عبارة عن 3-4 مواد غير صالحة معظمها للاستهلاك البشري، وهي قليلة أصلاً لا تكفي الأساسيات. طيب يضطر معناها يجيب الباقي.
من أين سيأتي المواطن العراقي بالمال لكي ينفقه على أساسيات حياته وعلى احتياجات الأسرة. مشاهدينا الكرام، نكمل مع حضراتكم في مواضيع حلقتنا لهذا اليوم وننتقل إلى موضوع آخر. أصبح مجسر إبراهيم الخليل وسط مدينة الناصرية في محافظة ذي قار ضحية للفساد والإهمال الحكومي، حيث رصد أحد الناشطين توقف العمل به منذ 3 أشهر، علما أن المجسر الذي ستشاهدون في المقطع بعد قليل من ضمن مشاريع التنمية التي طرحت عن طريق الحكومة. دعونا نشاهد. هذا مجسر إبراهيم خليل 6 شهور متوقف، هاي قدامكم صار قرار ساحة وهاي أماكن العمل متوقف العمل 6 شهور متوقف به العمل. تحول موكب، طبعا العلم هاي هيئة علي الأكبر مواكب، والجهة الثانية تحول موكب لأن أبناء المنطقة إيسا حولوا مكان موكب. السبب يقول لك بعد ماكو جسر نحوله موكب للزيارات الأربعينية إنهاء طريق. 6 شهور المجسر هذا متوقف عن العمل، اكو مسؤول اخو خيته الشريف اجى استدعوا الشركه وقال له تعال ليش متوقف العمل؟ ومصلحه تخص المدينه ما حد يذكرها، ولا واحد يجيب طاريها ولا واحد يطلع، خصوصا المجسرات والمنشات الحكوميه المتلكيه والمدارس المتلكيه والشوارع هاي المتلكيه. فلذلك احنا عندنا خطوه ان شاء الله، وخطوه راح نبديها، نجهز الوقفه احتجاجيه عن قريب ونطلع لو حتى 3 نفرات شرفاء بالناصرية يطلعون كلش كافي، يعني هاي مصلحة عامة مو مصلحة خاصة. المصلحة الخاصة كما يطلع مظاهرات خاصة، نص طالب قطع، نص طالب تعيينات، ونص طالب شغلات ثانية سمايد يذكرها، بس مصلحة عامة ما حد يطلع، ما حد يذكرها. هاي مو قطعة، حسبوها قطعكم يا النقابات يا الكسبة، حسبوها قطع لكم وطلعوا بيها مصلحة مدينتكم. هاي كلها مغلسة، المحافظ هذا طريقة يروح الدوام يرجع الدوام، هذا طريقة منها على مجسر إبراهيم خليل، هو رئيس مجلس محافظة، أعضاء مجلس محافظة. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. إذ طالب أحد المواطنين من قضاء عفك في محافظة القادسية، طالب بإنشاء جسر جديد بدل جسر المستشفى الحالي المتهالك، مؤكدا أن هذا الجسر معرض للانهيار بأية لحظة وبات مصدر خطر على المواطنين. ولفت أيضا المواطن إلى أن أهالي القضاء طالبوا مرارا وتكرارا بإنشاء جسر جديد مع جسر للمشاة، ولكن لم تجد مطالبهم آذانا مزغية، متسائلا أين الميزانيات الانفجارية المخصصة للمحافظة؟ فلا يعقل أن يكون الجسر في عام 2001 أو 2024 من الحديد المتهالك ويتم ترقيع الجسر بين فترة وأخرى. أين الخدمات إذن؟ أين الحكومة؟ دعونا نشاهد. حياكم الله أخوان الأعزاء، الآن من جسر المستشفى، الجسر المرقع في قضاء عفك محافظة الديوانية، من 2003 لحد الآن صار لنا سنين نطالب بتغيير هذا الجسر، هذا الجسر المرقع اللي دمرنا وأذانا وأذى سياراتنا، صار لنا سنين، اجت حكومات وراحت حكومات واجوا مسؤولين وراحوا مسؤولين، واحنا نطالب بتبديل هذا الجسر، نريد جسر كونكريت، جسر يليق بهاي المدينة، هاي مدينة حضارية ومدينة محترمة، جسر كونكريت وايضا جسر للمشاة. هذا الجسر المرقع شوفوا قدامكم امام مديرية الطرق والجسور الديوانية، جسر المستشفى المرقع في قضاء عفك. السلام ورحمة الله. أمام مديرية الطرق والجسور في الديوانية، الجسر المرقع اللي يرقعون به الحدادين صار لسنين، هذا في قضاء عفك. اي والله وين 2024 وينك الجسر مرقع؟ الجسر انهار، الجسر خطر على ارواح الناس، نطالب بتغييره وتبديله. سلام ورحمه الله.
الى جسر كونكريت. وين الميزانيات الانفجاريه؟ صار لكم سنين جسرنا مرقع 2024 جسرنا مرقع. وين ميزانيات عفك السابقه الانفجاريه؟ وين المحافظ؟ وين رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني؟ محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي قدامك هاي شوفها. لا تعد ولا تحصر رقع بي. وهذا الانهيار، شوف الانهيار هذا البي، هذا الانهيار شوفه، شوفوه زين. الكرام، نستعرض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. لدينا تعليق من سالم يقول: عمي خليكم على جسركم وطالبوا بجسر بديل قريب عليه، لأن إذا تم رفع الجسر لإنشاء جسر مكانه راح تظلون سنوات بدون جسر، لأن المقاول اللي راح يستلم الجسر من حزب، وراح الجماعة يتقاسمون الكعكة اللي هي بين قوسين مبلغ كلفة إنشاء الجسر، وراح المقاول يظل يلتم بي يلثم بي أو يلثم بي ويرقع بي ويجيبه منا ويردها منا وفلوس ما عنده، والمقاولة تتمدد فترة التنفيذ كل ما تنتهي. هناك تعليق لدينا من علي الصافي يقول: صدق المرقع وفوق كل هذا سايد واحد. هناك تعليق لدينا من محمد يقول: من أقوال المحافظ ماكو مشروع متلكئ، ونظام العمل في المشاريع ثلاث شفتات أو ثلاثة شفتات، وعكس الجاي نسمع منه، الواقع يقصد. هناك تعليق لدينا من حمد يقول: مو بس هذا المشروع، أغلب مشاريع الناصرية متلكئة ونسب الإنجاز ضعيفة ومواد ومواصفات العمل رديئة. هناك تعليق من أحمد الإزرجاوي يقول: حال مجسر تقاطع الإسكان، نسخة منه لصندوق فرهود ذيقار، يقصد إعمار ذيقار. محمد الحسناوي يقول: لا أفهم ولا أعلم، ماخذ مشاريع بالمحافظة يلزق ويحفر ويطفر، أو عفوا لا فهم ولا أعلم، ماخذ مشاريع بالمحافظة يلزق ويحفر ويطفر. خلونا نسمع أبو زينب من النجف. تفضل يا أبو زينب، حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أعتذر، صار لي تقريب شهرين ونص أو ثلاثة أشهر أنا ما متصل بكم لحالتي المرضية السيئة جدا. الله يشافيك. من كثر ما نعاني يعني، حتى وصلت صارت عندي تشنج وتصلب بشرايين الدماغ. أجر الله شاهد يعني، حالتي خطرة كلش. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة يا أبو زينب، حياك. رحم الله والديك، الله يحييك. الله يسلمك. الله يسلمك. هذول اللي لازمين البلد يعني بكل هذول عناصرهم الحزبية وغيرها وقياداتهم وما أعرف شنو حكوماتهم المتعاقبة من 2003 للآن. نعم. يعني ناس ما لهم علاقة لا بسياسة ولا لهم السياسة تعريفها العلمي هي فن الممكن، هذول فن لا ممكن. حتى مو فن، دمروا للعراق 21 سنة، يعني سأرد أحكي لك على أبسط الأشياء بالنسبة لتعقيب على البطاقة التموينية، ويطلع لك هذا محمد حنون ووفرنا وسلة الغذاء لك، يا وفرت يا سلة الغذاء. احنا الان بالشهر الخامس راح يخلص، واحنا لحد الان ما مستلمين غير الحصمة شهر الواحد، ويطلع الوزير يتشدق وكذا. تجي للمشاريع الاخرى يقول لك ماكو مشاريع، كلها مشاريع متلكئة. بس حتى دقيقة ابو 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 زينب بلا زحمة، حتى لا نعبر على نقطة الحصة التموينية، أم سيف من بغداد ذكرت جزئية حقيقة يعني كارثية أنه هي تصير أصلا في هذا البلد. والله أنت أخذتي فاصوليا ما الشهر اللي فات، فإذا تريدين تأخذين الطحين والعدس لازم ترجعين الفاصوليا. وين موجود هذا النظام أصلا بالكرة الأرضية؟ مو قلت لك احنا بلد لا بلد وبلد لا سياسة، وناس جهلاء جايبيهم يحكمونا وسطحوا عقول الناس. يعني استكثروا على المرأة العراقية هاي الفاصوليا اللي قالت احنا اصلا ما كناها، استكثروا عليها هاي الشيء البسيط. ويقول لك نطي عدس هم كذي بينطون، هاي يسموها اللطوة، تشبه الاذرة، والناس كلها ترجعها. احب الفت نظرك الى شيء اخر. اولا
بالنسبه للموازنات سنه كامله 2023 ويدقون يطمون من الصبح لليل سنه كامله. نعم. واقروا موازنات 23 و24 و25 تجيك هسه طيب سامي ما ادري اطيب سامي وزيره الماليه تقول لحد الان احنا جايين نناقش شلون نقر موازنه 2024 لعد انتم ب 23 سويتوا. انا بشرك انا استاذ مدرس لحد هاي اللحظه احنا ما مستلمين رواتبنا لا معلمين ولا مدرسين. من المفروض نستلم قبل ثلاث اربع ايام. الجماعه يتلكون ويكذب طبعا ويبتعلون اشياء ياخذون رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعايه الاجتماعيه يروحون يشترون بها دولار ويتاجرون بها وياخذون الريع لها. باطل وحرام وكفر. ذول يدعون طلعونا بفتوى وبدعه جديده جابوناها من ايران شكوا يابا مال مجهوله المالك خصوصا احكي لك بالنجف ما خلوا دائره حكوميه مرة انا استغرب دولة. استغرب كل هذا الفساد بس دقيقه ابو زينب بلزه دوله لا تمتلك. نعم انا بس عندي سؤال استغرب من كل هذا الفساد وكل هذا الظلم وكل هاي التجاوزات اللي على الشرع وعلى الدين وعلى القانون المدني الموجود في العراق وعندنا جهات دينية تأمر وتنهي وتحكم ولا تتكلم ولا تذكر ولا تخرج على المنابر لتقول بأن دولة حرامية فاسدين. معقولة أصغر يعني أبسط مواطن عراقي اليوم يعلم حقيقة الأمور في العراق وهذه المؤسسات الدينية التي يسير خلفها يعني خلينا نقول ملايين معقولة ما تعلم ايش يصير بالعراق ما تعلم من الفاسد ومن القاتل ومن السارق يعني شنو السكوت هذا؟ عمي كل شيء يعلمون ويدرون بأدق التفاصيل بس ناس جبناء يخافون اللي يحكي يقتلوه تعرف شنو يقتلوه؟ يعني في زمن النظام السابق إذا واحد حكى أو دعوة كيدية أول مرة يعتقلوه بسط وضرب واحتقاله ومحكمة وسجن واحتمال لو يعدم لو ما يعدم إذا تأكدوا أن الدعوة كيدية. هسه ماكو يدز لك اثنين مكبسلين يكومك باب البيت كل واحد يطوم 100 دولار هذا هو العراق الجديد الذي وعدوا به العراقيين. يا عراق جديد عمي يا احنا لو باقين على ذاك النظام هو يفضل لنا على الأقل يقول لك شر اللي تعرفه أحسن من الخير اللي تعرفه. هو إجا خير أصلا من ذولا؟ مين أكو خير؟ دمرونا الله وكيلك سطحوا عقول الناس غبوا الناس والناس طيب. بين جبان وبين متملق وبين غبي. أشكرك وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا سيد أبو زينب من النجف أشكرك للمشاركة. هذا هو البلد الذي وعدوا العراقيين به قبل قدومهم خلف دبابات المحتل وفوق دبابات المحتل وساروا أمام المحتل كدليل. هو هذا البلد اللي وعدوا به الناس؟ هو هذا بلد الخيرات اللي صار له من 2003 إلى اليوم 21 سنة يعاني؟ هذا هو البلد اللي وعدوا العراقيين أنه راح يتباهون به أمام العالم؟ جواز سفرنا اليوم أسوأ جواز سفر بالعالم يدخلك أعتقد يمكن 4 دول أو 5 دول بدون فيزا بالعالم كله 192 أو 196 دولة موجودة بالعالم. جواز سفرك اليوم يدخلك يمكن أعتقد 7 دول بدون فيزا أغلبها أفريقية فقيرة. طيب شنو اللي قدموه لهذا البلد؟ وعدوا بتوفير الكهرباء وسيكون هناك فائض وسنصدر الكهرباء وإحنا إلى اليوم في 2024 لدينا أزمة كهرباء خانقة. الصحة كارثية، التعليم غير معترف به دوليا وخارج تصنيفات جودة التعليم وآخرها ما المؤتمر دافوس اللي خرج به العراق كالعادة لسنوات متتالية متكررة من تصنيفات جودة التعليم. طيب شنو متميز العراق؟ احنا بلد استهلاكي نعتمد على النفط مصدر أساسي للدخل. شعدنا إنتاج مصانعنا وينها؟ الزراعة وين؟ المياه اليوم دنواجه خطر جفاف. طيب شنو المشاريع الحقيقية بخلاف حكومة الخدمات هاي الخدمات اللي بين قوسين؟ ما هي المشاريع الحقيقية التي قدمتها هذه الحكومات بعد 2003؟ المشاريع الاستراتيجية، المشاريع التي تدر على العراق الأموال العملة الصعبة لتغذية الخزين. شنو اللي عندنا؟ مشاهدينا الكرام ننتقل إلى الموضوع التالي لدينا في هذه الحلقة.
إلى محافظة ذي قار ناشد أحد المواطنين من قضاء الغراف الجهات المسؤولة لمعالجة سوء الخدمات والإهمال المتعمد من قبل قائم مقام الغراف، بالرغم من مراجعته أو مراجعة هذا المواطن للدوائر الخدمية في القضاء من أجل الحصول على أبسط الخدمات، ومنها شبكة ماء إسالة ومحولة للتيار الكهربائي، مؤكدا عدم وجود ماء صالح للشرب ولا للاستخدام اليومي، وما متوفر هو ماء مجاري قذر أجلكم الله مليء بالجراثيم وأنواع من الأمراض. هذه المعاناة يعلم بها المحافظ ومعاون المحافظ وقائم المقام في المحافظة، مع العلم أن شبكة ماء الإسالة كاملة وتم مد الأنابيب ولكن لم يتم ضخ المياه. دعونا نشاهد هذه المقاطع مشاهدينا الكرام. هاي معاناة الناس بقضاء الغراف، يعني قاعد من هاي، شوف الخيس هذه، هاي أبار ارتوازية من القرمة، الناس قاعد صفة تسمع. قام مقام الغراف تقريبا فوق 7 سنوات ما سوينا، هو والقبلة وغيره. هاي وضعيتنا، هاي الصوندات زين إلى متى؟ يعني ناشد هسه احنا يا الشريف مثلا على قولة رحيم المالكي يقول ناشد حسنا ملص من عجزنا عن مناشدة الشرفاء. احنا هذا وضع، هذا طبعا هاي بينا بالميت بيت، هذا الفرع والفرع الثاني اكثرهم من 100 بيت. هواي هذا الماي ماله، شفتوه من القرمة هاي الخيس قاعد بصفها ابار توازية نسحب من عدل. هاي شبكة جديدة كاملة طبعا والبوار واصلة، بس لحد الان مقطوع الماي، ما ادري علي مشاكل الى متى مثل هذا الحال. هاي الناس كلها اكزيما وكلها هاي الامراض الجلدية بسبب هذا الماي القذر الوسخ. زين اكو شريف بيكم، هي ابسط حقوق الانسان هي الماي والكهرباء، وهاي العائلة محرومة منها، هم من الماي وهم من الكهرباء. زين شنو بعد عن المركز مال قضاء الغراف؟ هاي كيلو؟ اي كيلو تقريبا كيلو. زين هذا شين هاي العائلة ما محسوبة عليه؟ نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا وننتقل إلى مقطع آخر من محافظة النجف، حيث استعرض أحد المواطنين من منطقة الشويلة في ناحية القادسية رصد الحال المزري لماء الإسالة، حيث يظهر في المقطع الذي ستشاهدون بعد لحظات تحول الماء إلى اللون البني، وتساءل المواطن عن مصدر هذه المياه، هل هي من شبكات الصرف الصحي أم من مصادر أخرى؟ وأكد أن الإهمال الحكومي فاقم من معاناة الأهالي لأنهم يبحثون عن المياه الصالحة للشرب بشكل مستمر، وأضاف أيضا أنهم يعانون منذ فترة طويلة مع شبكة المياه حيث تتعطل لأسباب مختلفة. وأكد هذا المواطن أن المياه الواصلة لهم بعد الصيانة لا تصلح للاستخدام البشري. لنشاهد. يا أهلنا يا ناسنا أينما تكونون، اليوم إحنا بمركز المدينة، اليوم بمدينة الشويلة وكل الناحية اللي موجودة، هذا ما شاء الله ماينا، ما نعرف سيار، طين قاعد يجينا، أجل الله السامع من هولاك قاعد يمسح ويجينا، ما نعرف، صارنا ما يقارب يومين أو ثلاثة شبعانين المر، ماي ماكو، والله العذر، شنو العذر يابا؟ قالوا محولة عاطلة. المحولة عند ما عطلت غير هو مشروع ماي مركزي وكل القادسية يغذي من عندها، الجواب لا، كتابنا وكتابكم، كتابكم وكتابنا، والمواطن قال شنو هو؟ يصفي المدية، والله قسما بالحسين الشهيد، البارحة ردنا لنا لتر ماي واحد ما حصلنا، زين عمي يعني رحت اسم الجدور، رحت اسم الجيليكانات، عمي والله العظيم عيب، بالله العلي العظيم خزي. يعني ما شنو تحكي عن هذا الموضوع؟ يا جماعه الخير، هسه السياره بتمشي مو بها سبير، يعني صارنا احنا سنوات طوال، كل سنه لو يحترق مشروع الماي، هاي القصبه اللي موجوده به، لو يحترق المحوله وهم نظلها وكتابنا وكتابكم، يا بجيبوا لكم محوله وخلوها ونهوا لنا هذا الموضوع حتى يكون عندنا بديل. والدليل اليوم اصحاب المولدات السحب بالشارع، كل مولده مخلي المولده بصفها، عندما يصير عنده عطل مفاجئ عند راسه يحول على المولده الثانيه بين كم عطله، هذا مواطن بسيط قاعد يسويها، انت دوله وجاي تجيب من عندنا ماي وجاي تجيب من عندك
مواطنين ما شاء الله جانا الماي، قلنا يا الله استبشرنا خير هذا الماي. اكو واحد بالربيع عمل هذا الماي؟ بالله العلي العظيم عمي نداء يا ناس يا اهل القادسيه، لا حد يغسل بهذا الماي، جهالكم كلها مردت، الناس كلها مردت. عم اشرحوا بالارو وحسبنا الله ونعم الوكيل، الله اكبر على الظالمين. هذا ماي مجاري عمي، هذا ماي مجاري. وين التنقيه؟ وين التصفيه؟ وين المسؤول عن هاي؟ مو ماي، هذا سيان، هاي خيس، ما نقدر نسبح، جزعنا ما نقدر نغسل به، صالح للاستخدام حتى للحيوان. اجل الله السامع. عمي صفوح حط لك لور، شوف وضعكم، رفوا وضعكم، اذا اجى المسؤول كلكم تردون قدامه، لا حد يحكي اس 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 اس، لا تحكي. يجي يشتكي فلان قال اس 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 اس، فتحت الانابيع. عمي كافي، والله العظيم جزعتونه، حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل من النجف إلى البصرة، إذ رصد أحد المواطنين من البصرة حال ماء الإسالة الواصل إلى منازل المواطنين، حيث يصل إلى بيوت المواطنين الماء من دون تصفية، وأغلب المياه الواصلة هي ترسبات طينية كما شاهدنا في المقطع الذي ظهر قبل قليل من النجف، لكن الصورة هنا أسوأ بكثير. السلام عليكم، شوفوا المعجزه اللي صارت. خاف واحد يريد طين خاوه، صلى على محمد وال محمد، ترى احنا ما نعطي طين خاوه اخوان، هذا بور رئيسي، شوفوا هذا اللي جاي من الشارع بور رئيسي اللي شددت شركه النرجس، شوفوا الطين هذا كله طين، ها على حال اخوان. خاف واحد يريد طين خمره موجود، واحنا حاضرين بخدمتكم، ما نعطي ترى بس نبيع، شوف صدق ولا تصدق، هذا الماي مالتنا، هذا الماي مالتنا، ها امام انظاركم هذا الماي مالتنا اخوان. مشاهدينا نتابع التعليقات التي وردت بشان هذه المقاطع. لدينا تعليق من عمر يقول: ما شاء الله تبارك الله، امورك عدله، هذا ماء خام مثل النفط، لازم يكون عندك معمل تصفيه حتى تصفي منه مياه للشرب ومياه للغسيل ومياه لغسل الشارع الى اخره. لدينا وردة تقول: ليش ما تقولون الشركة المحال إليها العمل هي شغلها مو زين، وأبناء المحافظة عليهم بمجالس محافظاتهم، خلي ينتفضون على سوء أعمالهم واختيارهم للشركات التعبانة. لدينا تعليق من إسماعيل يقول: إحنا بالمدينة أكو مناطق ماء الإسالة عفن ورائحة كريهة مليئة بالميكروبات والجراثيم، خصوصا إذا شفط من المجاري، لأن الأنابيب مكسرة ومتداخلة والمستثمر حاضر للجباية. أحمد الغزالي يقول: أغلب الأمراض اليوم هي بسبب تلوث المياه، لكن الجماعة صم بكم لا يفقه شيء. هناك تعليق لدينا من سيد يقول: خويا بعد وبعد، هم الماي، هم الماي راح ينقرض، ونقوم نشتري بطالة ونسبح بكاسات ماي. تعليق أخير لدينا بهذا الموضوع من أبو مهند يقول: قبل 7 أيام عندنا الماي خابط، نخليه بالطشت، لما يصفى يلا نغسل، والتانكي بعد ما ينزل اندفن البوري. ننتقل إلى موضوع آخر وأخير في هذه الفقرة مشاهدين الكرام. يرى عدد من المراقبين أن مكبات الطمر الصحي وما ينبعث منها من غازات تعد من أخطر التهديدات التي تواجه البيئة في العراق، كما أنها تتسبب بأمراض مختلفة ومنها السرطان. ولفتوا إلى أنه في حال عدم معالجة الملف فإن الأضرار ستتفاقم في البلد، وأن المواطن البسيط خاصة الذي يسكن في المناطق الشعبية والفقيرة هو الأكثر عرضة للأمراض والأضرار. وأشاروا إلى أن الوضع البيئي الكارثي في العراق يعود بالدرجة الأساس إلى نظام لا دولة في هذا البلد، وأن النظام السياسي يتجاهل مسؤوليته في التصدي لتداعيات التغير المناخي المدمر واستنزاف الموارد الطبيعية وتلوث الهواء والتربة. مواطن تحدث عن معاناة أهالي المكان أو المنطقة التي يسكنونها ناحية حمام العليل في محافظة نينوى، مؤكدا أن سكان منطقتي الدور والصالحية هم من أكثر السكان في المناطق المتضررة بيئيا من هذا الحرق، وطالب أيضا بإيجاد حل مباشر وعاجل لعملية حرق النفايات، أيضا لأنها تمس حياة آلاف الناس
وتحديدا الأطفال وكبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة رئوية كالربو وغيره. وهذه الحرائق تتضمن أيضا عمليات حرق البلاستيك والمخلفات الطبية السامة. دعونا نشاهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا سكان الصلاحية تحديدا والدور أيضا، بس الصلاحية أكثر لأن أقرب، عفية عليكم شون متحملين الريحة والدخنة اللي صايرة عندكم. قسما بالله اختنقت، وحقدين محمد اختنقت. شون عايشين انتو؟ أدري والله هذا استهتار بأرواحكم. تدرون انتو 80 مليون الأمراض من وراء هاي الجيفة مالتهم والخيسة والقذارة، يعني ما فوق ما يفيد الحكي. انتو تخيل، تصور، ركز وياي، بس احنا يعني البشر ما له قيمة، بشر يعني هو الماكو سوى والماكو أعلى من البشر زاد، يعني عادي مستوصف ما بي دكتور والنوبي هاي يقول عادي، بس هاي والله العظيم يعني تخيل شاكو شيء يستخدم يوميا بناحية حمام العليل من علاج من أبر من 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 وكل التفاصيل والحفاظات والتفاصيل كلها يجيبونها هنا ويحرقونها وريحتها ترجع عليكم وتخنه. يعني الإنسان الساعة اللي بيربو الله يكون بعونه، والما بيربو راح يصير بيربو أمراض سرطان، شوف شو راح يصير بيه بالمستقبل البعيد. شلون متحملين؟ قسما بالله شلون متحملين؟ نتابع التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا المقطع. محمد يقول: جيوش عندهم من المستشارين والمعاونين والنواب وما مدبرينها، معمل إعادة تدوير النفايات وتخلص الشغلة، خلصت فلوس الناصرية إعادة تأهيل شوارع ونافورات وغيرها. أيضا هناك طبعا هذه المشكلة موجودة في أكثر من محافظة. سيف يقول: 400 مليون صرفت لنقل الطمر الصحي، وين صارت؟ يتساءل. هناك تعليق لدينا من علي يقول: والله انخنقنا حتى ما نقدر ننام في حي الصلاحية، الريحة تقتل والدخان مغطي البيوت، حسبي الله ونعم الوكيل. لدينا علاء يقول: يتحمل المسؤولية مدير بلدية حمام العليل لمعالجة وإطفاء الطمر الصحي، وهذا الطمر لا يطفى إلا بشفل، والبلدية تعرف باحتراق الطمر الصحي وكأن الأمر لا يعنيهم. هناك تعليق لدينا من أبو عتاب يقول: من العصر دخان لحد هسه، رجعت دخن المكان أو رجعت دخان مكان غير مناسب. هناك تعليق لدينا من محمد يقول: الله لا يوفقهم، والله دمرونا، وين المحافظ، وين مدير البلدية، وين البيئة، وين حقوق الإنسان؟ راح يصير بينا سرطان، ما تخافون من الله؟ لا وفقكم الله، ما تسوون حل نهائي. مشاهدينا الكرام، بهذا أصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. شكرا جزيلا لكم لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.